الممرضة بتاعت حضرتك. وأنا محمود، وأنا ما عنديش ممرضات. شفت بقى الحالة اللي جعلتك فيها، كل ده عشان ما خدتش دواء بقالك 4 سنين. دواء زهايمر. زهايمر ازاي؟ يا مساء الفل والنور والهنا على عيونك يا محمود بيه. البوليس، البوليس. مرة واحد عنده زهايمر خبر في الراجل، ورد عليه انت مش شايفني؟ قال لها شفتك بس مش فاكر فيه. الزعيم عادل امام لأول مرة على الشاشات المفتوحة. ايه يا بابا ده؟ بابا بابا يلا اطلعوا على فوق عشان احميكم. ايه؟ احميكم. بطاطا ايه؟ بطاطا. في ايه؟ موسم البط ابتدى. بط؟ زوجتي العزيزة. اتجوزت عليا يا محمود؟ انا اتجوز عليك برضه يا تجولة. ده خاف على نفسي من الحادثه، اتمنى متجوز واحده زيي، فانا موافق كده عشان ياخد بيك العين. يخزي بيا العين ليه؟ خلاص اتاتا. زهايمر، زهايمر. على سنيني ان شاء الله. باظ. الهي يجعل ايامك كلها شعلبازات. الله يعافيك. الناس هتبقى شايفه خسار زيك، يمنعني من الخروج. خلاص يا منى. ايه يا ياسر؟ انت كنت فين الكلب؟ انت كلب حمارة كبيرة. الزعيم عادل امام. بقولك يا سامي، هو انا قلت يعني ولا اسمك؟ بطرون اسود. نيلي كريم، فتحي عبد الوهاب، احمد رزق، رانيا يوسف. زهايمر قريبا وحصريا من شاشة السينما الى شاشة الحياة سينما، شاشة العرض الاول. الوردي يا بيه.